السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا جماعة الخير في نص الغابة. نص الغابة يا جماعة الخير قاعد أصور لكم مقطع جحدوها. وش المقطع يا رايد؟ قبل لا أعلمكم فكرة المقطع يا جماعة الخير، لا تنسون اللايك والاشتراك. يا أخي اشترك، والله العظيم يا جماعة أني أشوف أنه أغلب اللي يتابعون المقطع مو مشتركين، فالآن بحط لكم مناظر حلوة وأنتم مشتركوا زين؟ يلا شوفوا هنا الشلالات، إن شاء الله شوفوا الجبال هنا، وشوفوا الكلب المنفس معصب صح؟ اشتركت خلصت؟ طيب مقطعنا يا جماعة الخير اليوم مشتهي كبدة مع كباب. شلون يا رايد؟ والله العظيم هذه شوتي عاد، بس مو اي لحم، لحم فريش. بسم الله كسرت الخشب يا جماعة، الان بنولع النار على ما تجمر، الا احنا قاطعين ان شاء الله الذبيحة ومضبطين كل شيء. بسم الله، طبعا لازم تاخذون هذا لان هذا هو اللي يولع النار. نفرق شوي، بسم الله. الآن طبعاً بعد ما جمعت ورق الشجر لأنه إلى يشتغل، توقع جاية مطر. نبدأ بالصغير يعني لما يشتغل، اشتغل هذا حطينا الكبير، ونرجع وين؟ للحم، نقطع ونفرم ونخلط. ما شاء الله، يقول لك النار من شبابها، اسمع عزيزي المشاهد، من شبابها النار. هي بيفزع لي ذا ولا ايش؟ طيب يا جماعة الخير، دام النار الآن ولعت، بنروح الحين نقطع الذبيحة، لما يجمر، وإذا جمر حطينا فوقه فحم وبدينا نشوي، تعالوا معي مشينا. طيب يا جماعة الخير وصلنا لذبيحتنا، بناخذ نص الذبيحة الحين، النص الثاني خليه على حسب، إذا تبون جزء ثاني بنفس المكان اكتبوا تحت بالكومنت عشان نضبطكم. ممتازين ممتازين. الحين بناخذ حق ايش؟ كباب وحق الكلاوي. ها؟ والله يا جماعة أحس المنظر مو بحلو لكم صح؟ روحوا ودهم على مناظر خلابة. بسم الله. طبعاً يا جماعة الخير الآن نقطع الذبيحة صغير، تقطيع صغير. تدرون شو الشيء المهم يا جماعة؟ الشيء المهم بالكباب إنه تحتاج الشحم، لأنه هو اللي يخليها تتماسك. عرفتوا كيف؟ بعلمكم حبة حبة الآن. بسم الله، انا خايف على البهارات انها تطيح، بس يا جماعه اوبا قطعنا اللحم، جهزنا كل شيء، هذا الخضار طبعا، بطاطس طماطم كوسه وبصل نشويها برضو، وهذه البهارات موجوده، ولكن لازم نروح نغسل اللحم، مع انه غسلته بس احتياط، بغسل اللحم والخضار. مشينا. بسم الله. اخ طبعا يا جماعه الخير اللحم كان ودي اني افرمه فرم، بس ما حصلت لهذا، كنت ودي اسوي نفس الكفته لكن بيكون هذا حجمه، يجيكم شيء مو طبيعي. مشينا نغسل. والله يا جماعه ترى الجو مشمس، لكن ترى درجه الحراره 15 توقع 16، في هواء بارد بس مو برد قارص. استغربتوا صح رايد؟ تغسل بدرج؟ هذا مويه انظف من حياتي ما شاء الله، هذه من الجبل جايه فوق يا جماعه، فنظيف مره ترى. خلصنا غسيل، صدقوني نسيت احط الفحم، يا الله. مشينا مشينا، انا ما احط الفحم نضبط هذه، يلا مشينا. يا جماعه قسما بالله شعور انك تسكن هنا بغابه، والله اقول لكم شيء ما اقدر اوصف، والله شيء كذا ما اعرف، والله ما اعرف اوصف يا جماعه، بس لازم تجربوا، اسال الله ان يجعلكم تجربون المكان هذا، والله بساطه بساطه بشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعبت والله ثقيل يا جماعة، غسلنا اللحم غسلنا الخضار، الحين نبدأ نبهر يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكباب دائما يا جماعة اللي يحب طعم اللحم ما يحب كثرة بهارات،
نصيحة مني، فلفل أسود وملح، أمورك طيبة والله العظيم. لكن أنا ودي يعني شوي، ما ودي يعني أحب البهارات أنا صراحة، بس في ناس كثير يحبون طعم اللحم، كثرة البهارات ما يحبونها، أنا أحب شوي مو مرة. خلنا نحط اللحم هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. هذه برضو بهارات مشكل، وهنا الفلفل الأسود، وهنا شوية كركم، نحط ملح، نشوف ملعقتين تكفي، وبسم الله، ونخلط يا جماعة. يا سلام، فيها شوية موية عشان إيش؟ يتعمق يتعمق مرة. أحس قلبي يقول إن ناقص شوي ملح، قلبي يقول ما أدري، وأحس فلفل أسود شوي بعد، بسم الله. خلصنا تتبيل اللحم يا جماعة، الآن في هذه اللحظة الأصياخ، بسم الله. يلا نبدأ بالحيمات، بسم الله الرحمن الرحيم. آه ناخذ ثانية، تقريبا كل خمس هبرات بصيخ واحد، فهمتوا؟ عشان تاخذ حقها. حلوين؟ طيب صيخ الثاني، نحط الشحمة كاملة. أقول لكم شيء يا جماعة، والله العظيم يا أن الطبخ متعة، والله العظيم يا جماعة أن الطبخ متعة بشكل ما تصورونه، تراني مستمتع بشكل وين، بس أنتم تدخلوني استمتع أكثر، تعطوني لايك وتشتركون، يمكن أحبكم كلكم والله. يبيلنا والله يبيل، تصدقون في بعض الحمات بقطعها، برجع أقطعها الآن. هذه أربعة ثانية، حلوين؟ الطماط حبة كاملة، هوبا، مع ثانية، هوبا، والثالثة، اسلم. لازم أول شيء نشق نقطع الرأس. حلو، بعدين ننصفها من هنا. حلوين، هذه لازم تجربونها مع النص كذا، وتقطعون لكم شحمة صغيرة وتحطونها بالنص كذا داخل الحشوة، واطعنها يا وحش. آه، تدعو لي طعم مو طبيعي. طيب الكوسة الثانية. طيب نرجع للحم يا جماعة، انتم مستمتعين معي ولا لا؟ طيب شوف يعني الحين بدخل الحمى، زين اشترك الله يرحم والديك، اشترك خلنا نستانس عشان يعني تحمس نحرق لكم مقاطع. الله يوفقكم، اي واحد يشوفني الان وصلت الى الدقيقه هذه وانت قاعد تشوفني الحين، اسال الله العلي العظيم ان يرزقك رزق تبكي من اجله، واسال الله ان يوفقك بحياتك يا عزيزي المشاهد، واعلم اني احبك حب مو طبيعي. طبعاً يا جماعة خلصت اللحم، حطيت الفحم بس انتظره يجمر، ما جمر إلى الآن، فعلى ما يجمر نروح نسوي لنا كبيدة وخبيزة، على ما يخلص الجمر ونبدأ نشوي. بسم الله، يلا بسم الله على بركة الرحمن. يا جماعة الخير جهزنا كل شيء، أخذنا لنا صاج صغيرون، ونبدأ نحط زبدة، خلها تسبح، روح اسبحي. على ما تذوب نقطع لنا ايش؟ بصل ابيض كذا حبات صغيره، ممتاز يا اخواني. بس شوفوا قطعنا البصل صح؟ ما نبدا فيه، لا 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 غير صحيح، نبدا بالتبدي. اسلب اسلب اسلب، بسم الله، ونقلب يعني دقيقه ونص قلب بس. نحط شوي فلفل وفلفل اسود، وقلب شوي، إذا حسيتها نضج كذا نضج شوي ضيف عليها البصل، ملح شوي، بعد ما يستوي تقريبا نص استوى نضيف البصل وقلب. يا مدير وش تسوي بعد شوي؟ تفتح خشمك تقعد تشمشم مع الشمة هذه، تعرف وش ناقص؟ ناقص فلفل أسود شيء بسيط. طبعاً هذه كبدة مع كلاوي مع قلوب كله مع بعض. الآن خلصنا من الكبدة يا جماعة، شو نسوي؟ خبيزة، غطها يا وحش، طف عليها النار
ومشينا لهناك، ما راح احد ياكل ابدا لما خلص كل شيء. يلا مشينا، بسم الله. وصلنا للنهايات يا جماعة الخير، الجمر أو الفحم جمر الآن. نهفه شوي. يا ويلي الحرارة، صلى الله أن يبعدكم يبعدنا عن النار. بسم الله وعلى بركة الرحمن نبتدئ يا جماعة. نبدأ هنا. نحطها نوزنها بالضبط. يا سلام يا المنظر يا جماعة، المنظر المنظر، الخضار نخليها آخر شيء. بسم الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله، اذكر الله يا جماعة الخير، قولوا ما شاء الله لا يصير بشيء، تكفون اذكر الله. ننتظر كل دقيقتين ثلاث دقائق نقلب ونقلب لما يستوي كامل. الريحة يا جماعة ورب الكعبة، وين وين يا الريحة؟ وقلب يا مدير وقلب. طيب يا جماعة تعالوا أوريكم الشكل، تعالوا تعالوا شوف وريكم الشكل. هذا الشكل يعني تقريبا باقي له ثلاث دقائق، فوش تسوي إذا بغيت تسوي كذا؟ تقطع بعدين تشوف الحمى نضجت ولا لا، فهمتوا؟ طيب عندنا اثنين غالبا خلصوا، اللي هي هذه وهذه. بسم الله حطها هنا وتمسك بالخبزة واسحب. آه 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 تحطها هنا واسحب واسحب يا مدير. بسم الله هنا عندنا اثنين بعد خلصوا. تعالوا كحلوا عيونكم يا جماعة، يا ما شاء الله يا ما شاء الله. بسم الله والله هو حار يا جماعة، زبد النحار مرة. بسم الله ايوه اللي بعده. الحين الطماط، يقولون الطماط إذا ما صار أسود فما يعتبر أنك شويته. بسم الله. وزي ما قلت لكم الطماطم إذا ما صارت سودة ما تعتبر أنك شويت. يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. أوبا. شوف الفلفل ما شاء الله. طبعا ناخذ من هنا ننوع هنا ننوع ونجيكم. بسم الله إلى هنا يا جماعة وصلنا لنهاية الطبخة، ويا رب أن الطبخة عجبتكم. والآن ببدأ أذوق، والله أني ما ذقتنا إلى الآن إلا الكبدة صدق، يعني أحس أمه بالمقطع. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذنا من الحمى هذه مع شوية بصيلات ما يضر، مع شوية طماطم، ونقول بسم الله. الله ما شاء الله علي ما شاء الله، والله أنه حلو يا جماعة والله. يعطيكم العافية على المشاهدة، ولن أقول لكم مداعم. إذا عجبكم المقطع يا جماعة تروحوا مقطع ثاني بنفس المكان هذا، اكتبوا الكومنتات. مع السلامة.